أن يعرض. نعم، هذا الغراب وضعوا له قطعة لحم، ولكن يحتاج إلى 8 مراحل ليتمكن من الحصول على هذه القطعة من اللحم. هي داخل قفص أم ماذا؟ أو هم داخل قفص يعني؟ قطعة اللحم موجودة داخل القفص الزجاجي. الآن يراقب. والغراب خارج القفص؟ والغراب خارج. نعم. انظر هنا لدينا، سأوقف يعني الصورة قليلا، لدينا قطعة لحم هنا هنا. تمام. ولدينا عود صغير هنا معلق. ولدينا هنا عود كبير هنا في هذا الصندوق. تمام. هنا في الصندوق الأيمن هذا العود الكبير الذي يمكنه الحصول على قطعة اللحم، لأن قطعة اللحم داخل هذا الصندوق. تمام؟ تمام. طيب. الآن الغراب يجب أن يأخذ العود الكبير ويأخذ العود الكبير، ولكن لا يستطيع إخراج هذا العود. ماذا يفعل؟ ماذا؟ يحتاج إلى جمع هذه الحبات الثلاثة، الحصيات هذه في الصناديق الثلاثة. تمام. يجب أن يخرجها. كل صندوق دول في حصى. في حصى. يجب أن يخرج هذه الحصيات الثلاثة، ثم يضعها هنا في هذا الزجاجي، اللوح الزجاجي، لتسقط. لتسقط ماذا؟ العصا الطويلة. فيأخذ هذه العصا الطويلة ويخرج بها قطعة اللحم. انظر كل ده الغراب يعمله؟ كل ده لو بني آدم مش هيفهم يعمله. يعني انظر معي. إذن لدينا 8 مراحل. تمام. لدينا يجب أن يتم المرحلة الثامنة هنا الأخيرة. الأولى هنا يجب أن يلتقط العود. نعم. كما ترى. الآن يفكر ويحسب. انظر عمليات رياضية معقدة يجريها. سبحان الله. فورا يبحث. انظر كيف يبحث، حتى الكلمة القرآنية دقيقة يعني. يبحث في الأرض ليريه كيف يواري. خذ الخيط وخذ منه حتى عصاية صغيرة. قطعة عصا صغيرة. حاول بها لم يفلح. انظر. تمام. لم تخرج معه. أخرج الحصى الآن. انظر كيف يخرجها، يعني سبحان الله بطريقة عجيبة. انظر، سيذهب إلى الصندوق الذي يحوي العصا الطويلة ويضع هذه الحصى. هيطلع الحصى الثانية. الثانية. أذكى منا هذا الغراب. جدا جدا. يعني لو إنسان كان هو عالم أنه لن تكفيه حصى. يقول يا معلى الجوع عند هدون السر. الجوع أحلى. طلع الثانية. الثانية الآن خرجت معه. انظر. الآن سيذهب ويضعها في الصندوق. سبحان الله. الزجاجي لم تخرج. هذه المرحلة الرابعة الآن أتمها، ولكن غير كافية لكي يميل هذا الزجاج وتسقط العصا الطويلة. جاء بالحبة الثانية أو الحصاة الثانية، وضعها أيضا غير كافية. انظر، 6 مراحل خلال أقل من دقيقة. تمام. تصور. الآن سوف يأتي، أدرك أن هذه العود ليس منها فائدة، فرمها وأخذ الحصاة الثالثة. الآن سوف يضعها. خرجت أخيرا العود الطويلة. أخذها. انظر، سوف يذهب إلى قطعة اللحم. تمام. كل هذا من أجل الحصول على قطعة لحم. سبحان الله، ذكي. سبحان الله، سبحان الله. انظر كيف أخرجها، والمرحلة الثامنة انتهت خلال دقيقة تقريبا أو دقيقة ونصف. يعني هذا يندهش. عجيب عجيب. انظر ماذا يقول هذا الباحث. انظر ماذا يقول. I'm still just running that sequence through my mind. It happened really quickly. But the immediate question is, of course, how on earth did that crow do that? صح. كيف يصنع الغراب هذا؟ أيوة. وكيف لا يؤمنون بالله. هو يقول كيف الطبيعة طورت هذا الغراب. يا أخي هذا موجود لدينا في القرآن. الله خالق كل شيء. سبحانه وتعالى. لذلك انظر كيف هذا الغراب دائم البحث. الكلمة القرآنية دقيقة جدا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة. فبالله عليك، يعني بيدفن. الدفن أسهل أم هذه العملية أسهل؟ الدفن بالنسبة له طبعا.